شاهدناه في فيلم معركة الجزائر. ذلك الطفل الذي ينقل أخبار الثوار الملقب بعمر الصغير، من هو وكيف مات؟ قبل أن نبدأ، هناك قناة ثقافية بامتياز، صدقني تستحق تلك الخمس ثواني من وقتك. لا تنسى أن تشترك بها، وستجدون رابط القناة أسفل الفيديو. مثلما صنع الشباب والنساء مجد الثورة الجزائرية، فإن الأطفال أيضا كان لهم دورهم في هذا المشهد. اسمه الحقيقي عمار ياسف، وعندما انخرط في الثورة أطلق عليه الاسم الحركي عمر الصغير، وهو ابن أخت قائد معركة الجزائر المشهور ياسف سعدي. ولد عمر الصغير سنة 1944 في حي القصب الشعبي بالجزائر العاصمة. زاول دراسته مثل أقرانه في الحي الذي ولد وترعرع فيه، لكنه انقطع عنها وهو في 11 من عمره. يقول عنه شقيقه عبد الرحمن ياسف في أحد الحوارات: عمر كان يعرف القصبة بيتا بيتا، كان لا يحب الظلم ويتأذى عندما يرى كبيرا يضرب طفلا، كان كتوما أيضا، واستطاع أن يكون واعيا وطنيا في سن مبكرة جدا. ثقة الثوار. عرف الصغير عمر بالذكاء والشجاعة والفطنة وحب الجزائر وهو في سن مبكرة جدا، فكان من ثوار القصب الأوائل الذين وثق فيهم المقاومون. تقول سهيل عمرات، وهي ابنة خالة عمر الصغير، في رواية عمر الصغير التي تناولت فيها سيرته، بأن ثوار القصب وثقوا في عمر الصغير فكلفوه بنقل الرسائل والأسلحة بين المقاومين منذ سن 9. وتضيف: كان عمر الصغير حلقة الوصل بين القائد العربي بن مهيدي وياسف سعدي وباقي الفدائيين، وشهد له القائد الثوري العربي بن مهيدي بحماسه الفياض وبإرادته الفولاذية. مقتل عمر الصغير. استمر عمر الصغير في مهامه، واستطاع أن يختفي عن عيون الاستعمار ويفلت من نقاط المراقبة الكثيرة التي كان يقيمها في القصبة. اكتشف الفرنسيون عمر الصغير وما كان يقوم به لصالح الثورة، فبدأوا يطاردونه لكنهم فشلوا في الإطاحة به. ويروي كتاب عمر الصغير بأن أحد قادة الجيش الفرنسي في القصبة قال: إن الإمساك بهذا الطفل سيسمح لنا بإلقاء القبض على بقية عناصر فوج القصبة. في 8 من أكتوبر سنة 1957 حاصر جنود الاستعمار شقة في حي القصبة بعدما نقلت له عيونه خبرا يفيد باختباء مقاومين فيها، وهم كانوا حسيب بن بوعلي وعلي لابوينت ومحمود بوحميدي وعمر الصغير. فشلت تهديدات المستعمر في إجبار المقاومين على تسليم أنفسهم، فلغم محيط الشقة وفجرها، فتوفى المقاومون الثلاثة على الفور. ومن يومها تحول عمر الصغير إلى قصة خالدة تروي تضحية الأطفال إلى جانب الكبار من أجل استقلال البلاد. وقد خلد فيلم معركة الجزائر قصة عمر الصغير. رحم الله شهدائنا الأبرار.